السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في سيري جديده فوت درافت رود تو جلوري. بيفور وي ستارت حبيت نقول ثانك يو الماد ماكس بلاك اللي عمل لي الجرافيكس اللي بشتراهم في الفيديو الكل، سو ثانك يو ماد. نتقابلوا بعد الانترو. So, بالنسبة للفورماسيون عنا 4-3-2-1 خيرت 4-3-1-2 خاطرها من عزلي فورماسيون عندي. عنا الكابيتان تاعنا كريستيانو رونالدو ريكورد بريكر فيرجن. بالنسبة للبيتر اللي بيشيلعب معاه خيرت ريمي حتى الكاتري طوال على كافاني. بالنسبة للميليو اوفنسيف سنترال عنا خوان ماتا، خيرته على هامس كوغوتزي باش يعطينا اللينك مع ريمي. ميليو سنترال دروا عنا لوكا مودريتش باش يعطينا هيك اللينك، ظهرت لنا باش يعطينا لينك لكريستيانو رونالدو. بالنسبة للميليو سنترال خيرت فيراتي خيرت ليروي فير على فيراتي. وبالنسبة للميليو غوش خيرت تياغو نتاع أتلتيكو مدريد. بالنسبة للديفونسور غوش خيرت إفرا على كروزاوا حاطر مجربو من قبل إفرا ونعرفو ديفونسور غوش طير على الأخر. بالنسبة للديفونسور سنترال عنا ميدل باش يعطينا اللينك مع إفرا. وبالنسبة للديفونسور سنترال اللي على اليمين كليبر بيبي باش يعطينا لينك مع مودريتش. وبالنسبة للديفونسور دروا قيت مايكون اللي خيرته على بيريرا نتا بورتو. بالنسبة للجول إيرايزوز جول أتلتيكو مدريد باش يعطينا لينك مع بيبي. نتعديو للي رومبلاسمون بالطبيعة عنا علول إبراهيمي اللي خيرته على ليشتاينر. رومبلاسمون الثاني خيرت كلاوديو برافو خاطرو جول ينجم بعد يتربط مع ميديل وبيبي ويعطينا لينك للي دو جوار. بالنسبة للرومبلاسمون الثالث خيرت مخيطريين بالطبيعة حتى الاخرين الكل دي برونز. وبالنسبة للرومبلاسمون الرابع غاري كاهل متاع تشيلسي. وبالنسبة للرومبلاسمون الخامس كوسياني متاع ارسنال. رومبلاسمون السادس سيرجي روبرتو متاع برشلونة. والرومبلاسمون الاخراني خيرت هيغوين. سو هذه التيم متاعنا تو نتلانسيو في الماتش الاول. دخلنا بوكلي شامبيون لانسينا الريشيرش نستناو في الادفيرسير الاول. طحنا الادفيرسير دخلنا وتفرج عليك ليكيب يا بوغل يا بوغل. نيمار ميسي كريستيانو باريخو مودريتش بيكي وتاميندي في الديفونس. بالنسبه لاول هجمه عملنا الانترسيبسيون قصيناها لعبنا كريستيانو رونالدو بسكوبتر بعد يدخل ويعملها اون رولي مع الجول وناخذوا البونتو الاول. من بعد في الدقيقة 17 كلاوديو برافو يعمل ديجاجمون غلط يكونتروليها لويك ريمي بالصدر. ريمي يعمل الدبل تاتش اكزيست يخرج بزوز ملاعبية. من بعد يعمل بادي فينت يدخل المنطقة الجزاء يعود البادي فينت ويشوت، لكن كلاوديو برافو يتصدى لها. نربحو كورنير، ريمي ياخذ كرة من الكورنير يدخل ريمي منطقة الجزاء يعمل رولات مرة أخرى يوزع وكريستيانو رونالدو ما بين زوز ملاعبية يطلع بالراس ويماركي الهدف الثاني ويعمل السيليبراسيون اللي تعودنا عليها. من بعد الادفيرسير متاعنا من السونتر يلانسي كريستيانو رونالدو يدخل يعمل السكوبتر، لكن ليروي فير يعمل الانترسيبسيون. ليروي فير يلعبها لويك ريمي اللي ما نجمش يكونترولي الكرة خاطر عملوا له فوت دونك اوبستركسيون. ناديو كريستيانو رونالدو باش يشوت دونك نعملوا التكنيك متاع يو ماكس اليوتيوبر الفرنساوي كان تعرفوه. رونالدو يشوت تقريبا من دمي تيران يشوت، لكن كلاوديو برافو ينحيها بطرف وصوابه. نربحو كورنير نعودو نفس التكنيك لكن ما خطفتش. نعملو متى يلانسي ريمي في البروفوندور يعمل مشي تفنسي شوية يقرصها بالجول، لكن كلاوديو برافو يخرج البرة. نربحو كورنير كالعادة لويك ريمي نعملو نفس التكنيك يدخل منطقة الجزاء الرولات ويوزعوا كريستيانو رونالدو ما بين ثلاثة ملاعبية يطلع بالراس من نفس البلاصة ويماركي الهدف الثالث في الدقيقة 31. من بعد خوان ماتا يعطي ليروي فير لويك ريمي وكريستيانو يعملوا الاندو. ريمي يدخل في الأطراف يعمل البادي فينت، من بعد يعودها يعمل الرولات ويشوت، لكن كلاوديو برافو يتصدى ونربحو كورنير. لويك ريمي ياخذ كره في الكورنير يدخل بها منطقه الجزاء يعمل لاركونسيال يقلبها، لكن ما نجمش يشوت بعد الادفيرسير نتاعي عمل غلطه كبيره انترسبتيها.
إفرا يعطيها لتياغو كاردوزو لاعب أتلتيكو مدريد يعمل فيك شوت ستوب بعد بوم لونج شوت من تقريبا 35 متر. نحطكم تتفرجوا على لونج شوت والتراجكتور متاعها. بعد ككد الماتش تقريبا كيف يشوفها 4 بلاش نمشيو نلوجو على الماتش الثالث نعملو كونترا لما يكون قبل ما نبداو نلوجو على الماتش الثالث نقول بزير سير متاعنا سميها لاماسيا عنده تيفيز غوتزي مولر بوكبا كليني ليفاندوفسكي اكيب اكيليبري على الاخر ومزيانه نبداو من دقيقه 17 كريستيانو رونالدو يعمل رولات يعاود يعمل بادي فينت يرجع بزوز ملاعبيه بعد يعمل سكوبتون يدخل لكن تقص له كره ولاكلي هناف قصها بعد يلعبها لتياغو وتياغو كما قلت لكم اون فاير في الابيزود نتاع اليوم يمركي الهدف الاول في الدقيقه 18 من بعد كريستيانو رونالدو ياخذ كره يعمل بادي فينت يعاود البادي فينت مره اخرى يتعدى بزوز ملاعبيه مشى فانسي على الاخر لكن ما نجمش وبعد حتى من ريباوند ريمي ينحي الملاعب نتاعو ديفونسور من الخط من بعد تقريبا اول هجمه للادفيرسير نتاعي يعمل اون رولي اف تي فيز لكن يتصدى الجول ريزوز من بعد ماتا يعطيها رونالدو رونالدو يعمل بادي فينت من بعد رونالدو يعمل رولات يفسخ الملاعب اللي قدامه بعد يعمل تشيب شوت لكن الجول نتاعو ادلير ينحيها ملا بارات بالحق شابو ادلير بارات طيار على الاخر وتنجموا تشوفوها كما تروا من بعد نرفح الكورنير مايكون يحاول باش يدخل لكن يخسر كرة لادفيرسير عمل باس غلطة ياخوها ريمي ريمي يلعبها لبيبي بيبي في باله باش يشوت لكن ما نجمش تتقص له كرة يلعبها ريمي ريمي الماتا ماتا يرجعها ريمي وريمي يعطيها لروي فير اللي ما يرحمش قدام الجول ويماركينا الهدف الثاني في الدقيقة 71 من بعد لوجو على الماتش الثالث ديكيب مازال فورم متاعها مريقل نقاو لوجو على الادفيرسير نقاو الادفيرسير متاعنا سو الادفيرسير اسمه بونيات الاكيب متاعو موسكو عنده كوستا ستيرلينغ كوادرادو الاكيب مزيانة على الاخر والادفيرسير متاع اليوم كان بيس هور ولكن غير ما نكذب بملاعبي طيارة على الاخر يدخل دييغو كوستا من تقريبا اول فرصة للادفيرسير متاعي ودقيقة 10 يفتح التسجيل ويمركي الهدف الاول في الدقيقة 25 افرا يعمل انترسبسيون يعطي هيدر الريمي ريمي اللي يعطيها الماتا اللي يعطيها لكريستيانو رونالدو اللي بسبين يعدي جور ويعطيها الريمي اللي ما يرحمش قدام الجول ويعملها اون رولي بكورتوا ويمركينا الهدف الاول في الدقيقة 27 من بعد الادفيرسير متاعي يحاول يدخل بكوستا لكن يقصى ديفونس ترجع لكوستا وبعد فرناندينو يخرجها اون بروفوندور What the fuck Maicon was doing there? Maicon شعمل فم شوف معناتها Maicon بالبهمة متاعو عطاها لنصري نصري بالطبيعة موش يضيع حالك فم وحاير يريزوز وقلبهم زادة يريزوز حصيله معناتها بونتو كفرني هالأخر وخرجت من مخي في وقتها وبعد شوف معناتها كما قلت لكم الادفيرسير متاعي عمل أكثر مني فرصه وكان يلعب خير مني وكل فرصة متا كوستا تعمل البريزنتاسيون لكل شيء بعد بشوية في دقيقة 66 كوستا يلونسي ستيرلينغ في البروفوندور في ظهر المدافعين وستيرلينغ ما يرحمش قدام إيريزوز وفي الأخر مودريتش يعطيها الريمي ريمي اللي يعطيها لكريستيانو رونالدو رونالدو اللي يدخل في قلب الدفاع ويماركي الهدف الثاني ولكن ما نجمتش نرجع في النتيجة وخسرنا 3-2 دونك ربحنا زوج ماتشوات وخسرنا واحد هذاك علاش عنا الحق في خمسة ملاعبية أورار تقاو الرولز اللوطة دونك مورينو أول أورار اخترناه بعد خيرت غريزمان على إيدي دونك حتى ما عنيش على حق في السبيشل كارس وبعد اخترت جيرارد وخيرت ماتويدي على بيبي رينا وفي الأخر اخترت هاملز سو هذا مو من ملاعبي عنا ألبرتو مورينو غريزمان جيرارد ماتويدي هاملز الشوا باش يكون عندكم انتوما سو اليوم باش تقوها عندكم في الديسكريبسيون ما تنساوش تعملوا لايك سبسكرايب اند شير كان معكم احمد كابو باي باي